السلام عليكم أصدقائي، كيف الحال؟ إن شاء الله اليوم غادي نتحدث لكم على واحد الأغنية كنت أستمع لها منذ سنوات يعني. وموضوع هذه الأغنية هو أهم موضوع شفت يعني فرقة موسيقية تحدثت عنه، يعني لم أرى من قبل يعني مغني أو فرقة موسيقية أن تتناول موضوع جدي بشكل شاعري، بشكل في نوع من الخيال، من الدراما بهذه الطريقة. الأغنية بعنوان Smile Like You Mean It للفرقة الموسيقية The Killers. أعتقد أن The Killers هي فرقة مشهورة جدا، يعني أعتقد أن البعض منكم قد سمع عنها يعني من قبل. وهذه الأغنية يعني إنتاج سنة 2004، فكما قلت يعني هذه الفرقة مشهورة جدا. وعنوان الأغنية ستجد يعني الفيديو كليب الأغنية ستجدونه في أسفل الفيديو، يعني في صندوق الوصف سأترك لكم الرابط للأغنية إذا أحببتم يعني أن تشاهدوها وتستمعون للموسيقى يعني. فكما قلت smile like you mean it، أو ابتسم كأنك تقصد ذلك، وكأنك يعني تعني تلك الابتسامة. موضوع هذه الأغنية يحكي ببساطة عن الموت، الرحيل، والنوستالجيا، يعني ثلاث مواضيع مرتبطة فيما بعضها. فالأشياء التي كانت لنا وتعتبر من ملكيتنا الخاصة، مثل المنزل، مثل السيارة، مثل حتى العلاقات، الناس، الزوجة، الأصدقاء، الآباء، يعني الوالدين والأصدقاء، كل هذه الأشياء في مرحلة معينة سوف تختفي تدريجيا من حياتك، يا يعني إما بالموت أو بالرحيل، سواء رحيل هذه الأشخاص أو تلك الأشياء أو رحيلك أنت عن الحياة، سواء بالموت أو يعني الغربة، أن تهاجر لمكان معين. ليس بالضرورة يعني أن تموت، ليس بالضرورة هذا، يعني حتى الرحيل يعتبر موت يعني. ف للأسف الشديد يعني إذا اعتبرت هذه الحقيقة في وجدانك يعني، وحسيت بهذه الحقيقة بأن جميع الأشياء التي كانت لك يوما ما ستمضي قدما بدونك، يعني أنت بإمكانك أن ترحل، أن تموت حرفيا، أن تموت يعني جسديا وترحل عن هذه الحياة، والأشياء التي كنت تحبها والتي كنت تعيش في ذلك الوسط ستمضي قدما بدونك. العالم يدور والشمس تشرق يوميا بدونك، يعني هذه هي الحقيقة الواقعية، يعني الحقيقة الصعبة صراحة يجب أن يتقبلها كل شخص. فالمنزل الذي كنت تعيش فيه، سواء كنت في منزل إيجار أو كنت في منزل ملكية، سيأتي يوم سيعيش فيه ناس آخرون. المنزل الذي كنت ترعرعت فيه في طفولتك، عندك فيه ذكريات، عندك فيه ذكريات مع العائلة، مع أخوك، مع الأخ ديالك مثلا، لعبتي فيه حتى عيتي، ستموت أو سترحل عن هذا البيت، ستهجر هذا البيت، وسيأتي ناس جدد يعيشون في ذلك البيت أو في تلك المنطقة، ذلك الحي أو في ذلك مكان العمل أو أي مكان، يعني هذا المثال ينطبق على أي شيء، على جميع الأمكنة، وينطبق كذلك على الناس، يعني الناس الذين أحببتهم فجأة سيختفون من حياتك بالتدريج، وسيمضون قدما في حياتهم، سيتعرفون على أناس جدد. إذا كنت تعرفت على فتاة مثلا وانفصلت عنها، ستتزوج تلك الفتاة بشخص آخر، أو إذا كنت فتاة يعني ذلك الرجل سيتزوج بفتاة أخرى، أو سيتعرف بناس آخرين، وهكذا دواليك. إذا كان عندك والدين أو أبناء سيرحلون عنك يعني شئت أم أبيت. وكل هاد الكلام الذي قلته يعني مذكور في كلمات الأغنية smile like you mean it. فأنت كإنسان إذا استوعبت هذه الحقيقة أن قاع داكشي اللي كتعيشه، سواء مع الناس أو في المكان الذي تعيش فيه في البيئة،
سيرحل عنك وسيعيش بدونك مع أناس آخرين وفي ظروف أخرى. وكما قلت ليس بالضرورة أن تموت يعني أو تموت تلك الأشياء، يعني فقط الرحيل كذلك يعتبر موت يعني وبداية جديدة في مكان آخر. فسأعطيكم مثال آخر يعني تحدث عنه المغني في هذه الأغنية، هو أن مدى أهمية الاستمتاع بالوقت أو باللحظة الزمنية، الاستمتاع بالآن. يعني إذا كنت تعيش في غرفة في مدينتك مع ناسك مع أهلك وفي يعني في بيئة يعني وأنت تعلم مثلا أن يوما في يوم ما سترحل عن هذا المكان وأنت متيقن يعني 100% أن سيأتي يوم ستهجر أهلك وستهجر أصدقائك وهذا المكان ستترك بيتك غرفتك التي تعيش فيها دائما، فالشعور الذي يولد بداخلك هو أن بيكون عندك شوية الهدوء في الطباع، يكون عندك شوية ديال التبات في الانفعال ديالك مع الناس وفي الانفعال وعلاقتك يعني مع المكان تتغير، نظرتك للمكان الذي تعيش فيه والأهلك والأصدقائك ستتغير لأنك تعلم أن يوما ما سترحل عنهم ولهذا ستعاملهم بطريقة أكثر لطفان، فيها شوية ديال الويد، فيها شوية ديال الحنان وشوية ديال الندم كذلك. وفي نفس الوقت كيكون عندك واحد الشعور بأن خصك تستمتع باللحظة معهم قبل أن ترحل. فأنت الآن الذي يستمع لهذا الحديث لهذا الكلام، إذا كنت ترى الحياة بهذه الطريقة بأنك زائر وسترحل في أي وقت يعني في أي لحظة ممكن أن ترحل عن أهلك وعن أصدقائك وعن المكان الذي تعيش فيه البيت ديالك والمنزل ديالك، فنظرتك لكل هذه الأمور ستتغير. صدقني أنت ستعلم أن لا شيء يستحق أن تتقاتل من أجله، لا علاقة سواء كانت صداقة أو حب أو شيء يستحق أن تتشبت بتلك بتلك الشدة ويكون في دراما ويكون في عصبية ويكون في قتال من أجل الظفر بشيء ما في هذه الحياة. سوف يتوقف كل هذا عندك يعني في لحظة واحدة، لأن أنت تعلم أنك راحل سترحل، يا إما بالموت يا إما بالغربة ستهاجر، يا إما الأشياء هي التي ستختفي من الوجود بالنسبة لك. يعني هم سيختفون واحد تلو الآخر، يعني يكون على يقين هذا الشيء سيحصل لك شئت أم أبيت يعني مع المدة. وهذا الشيء يعني ليس بشيء محزن، يعني لا تفكر بطريقة محزنة، بل هذه سنة الحياة وشيء جيد. لماذا هو شيء جيد؟ لأن حينما تعلم هذا الشيء، يعني أنا أتذكر يعني مقولة سيدنا علي يعني على ما أعتقد يعني قال أحبب ما شئت فأنت تاركه، على ما أعتقد لا أتذكر بالضبط الحديث الذي قال، لكن قال أحبب ما شئت فأنت تاركه. ولهذا يجب عليك أن تستغل الفرصة وتعيش الحياة ديالك اللحظية يعني بكل دقيقة وبكل ساعة، يعني تعيش مرتاح وهاني البال وتستغل الموقف، تستغل الموقف مع الناس ديالك وتستغل الموقف في المكان الذي تعيش فيه. وسأضرب لكم مثال واقعي، مثال حي. يعني أحيانا يعني أنت تعيش في المنزل ويأتي عندك ضيف يأتي عندك للبيت وأنت أصلا لا تحب هذا الضيف، هذا الشخص الذي جاء عندك لدارك لبيتك أنت لا تحبه ولا تطيقه جدا، لكن ما الذي يحصل؟ أن أنت تتقبل وجود هذا الشخص وتضيفه وبكل كرام وتضحك معه. لماذا؟ لأن ليس حبا فيه، لأنك تعلم أن هذا الشخص يعني في ظرف يعني ساعة أو ساعتين فقط أو يوم أو يومين سيرحل، هو فقط زائر يجب أن تستحمله وتستضيفه بكل كرام وتصبر له، يعني تصبر على ذلك الشخص.
لأنه فقط ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين سيرحل إلى مكان آخر. فنفس الشيء يعني ينطبق في الحياة لعامة الناس. أنت ممكن تعيش في وضع غير سعيد فيه الآن أو مع ناس لا تحبهم جيد كثيرا أو في أي وضع كما كان هذا الوضع ديالك، إذا علمت تماما أنك سترحل أو ستهاجر إلى مكان معين، أي دولة معينة أو مدينة معينة، المهم أنك ستفارق هذا المكان أو هم سيفارقونك في أي لحظة، وتحققت من هذا من هذه الحقيقة، رأيتها بكل وجدانك، فطريقة نظرك للحياة ستتغير. كن على يقين، هذه يكون عندك واحد الهدوء، واحد اللطافة في التعامل، برود في كل شيء، يعني برود في كل شيء، لأن الحياة كما قلت كوكب الأرض يمضي بدونك سواء عشت فيه أو لم تعيش فيه للأسف. يعني فعلا هذا الشيء فيه نوع من الأسف ونوع من النوستالجيا كذلك كما قلت في بداية الفيديو، يعني حتى النوستالجيا موجودة بكثير في هذه الأغنية. وهذا الكلام سيفهم فقط الناس الذين يعني يعيشون في بيوت يعني عاشوا فيها الأجداد والآباء والأحفاد، يعني مثلا ليس الناس اللي عايشين في الإيجار، الناس اللي عندهم ملكية بيت قديم جدا أكثر من 30 40 سنة 50 سنة، طبيتي فيه، عشتي فيه، لعبتي فيه الكرة، تعيتي، ومن بعد مرحلتي وتزوجتي ودرتي ولاد والآباء ديالك توفى وماتوا والديك، الناس الذين كنت تحبهم في ذلك المكان ماتوا، الألعاب التي كنت تلعبها ما بقوش، الجيران الذين كانوا رحلوا إلى مكان آخر، كل هذا الشيء يعتبر نوستالجيا ويعتبر الحنين إلى الماضي في نوع من الألم. ويعني هذه الأغنية صراحة أعتبرها من أفضل الأغاني التي سمعتها إطلاقا، يعني Smile Like You Mean It للفرقة الشهيرة The Killers. سأترك لكم الرابط الفيديو في أسفل الفيديو، يعني في صندوق الوصف ستجدون هذه الأغنية، استمعوا لها. نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. شكراً.